السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن نوع من أنواع الفاكهة مستديمة الخضرة. هذه هي شجيرة الجوافة، وهذه الزهرة الرائعة الجمال هي الزهرة التي ستعطينا ثمرة الجوافة. هذه الزهرة يحدث لها التلقيح ثم الإخصاب ثم تكوين الثمرة. نتحدث اليوم 12/6/2021. إذن أشجار الجوافة تتجه للإزهار ثم الإثمار. وها هي البراعم التي البراعم الزهرية أو البراعم التي تخرج لنا الأزهار. وهذا الجمال وهذه الروعة هي زهرة الجوافة. وبالطبع يا سادة، كلنا نعرف أن كل ما في شجيرة الجوافة مفيد، حتى أوراق الجوافة هذه يتم غليها للذي يعاني من الكحة أو أمراض البرد. هذه الزهرة يتم التلقيح ثم الإخصاب ثم تكوين الثمرة، ثمرة الجوافة. عن هذه المعلومات السريعة عن شجرة الجوافة هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكراً.